احلى حاجه في شعب مدينه بورسعيد الجميله ان هم بيحبوها قوي وبيحبوا تراثها وبيحيوه ومصرين يحافظوا عليه علشان يسلموه للجيل اللي بعدهم. عشان كده احنا النهارده عند الاستاذ محمد غالي، منورنا في اهالينا. اهلا وسهلا. انا بحرك اعرف الساده المشاهدين مين الاستاذ محمد غالي. انا محمد غالي بورسعيدي، يعني واحد من ضمن الناس اللي بتحافظ على التراث البورسعيدي. احكي لنا من البدايه، تعليمك ايه؟ شغلك ايه؟ ابتدى الموضوع ينكش في دماغك ازاي؟ كان دايما والدي الله يرحمه بيحكي لي على بورسعيد وان احنا مهجرين ومصيرنا نرجع بورسعيد وكده. ففي يوم من الايام سمعت صوت السمسميه ده في الراديو. فكان ايامها طبعا السمسميه بتغني اغاني مقاومه وحاجات عن الحرب وكده. فعلقت في دماغي، شفت ضمه في الشارع اللي هي الفرح البورسعيدي او زي ما بيسموه الحظ مثلا في بعض البلاد زي السويس مثلا وغيره. عندنا هنا اسمه الضمه لانها هي بتجمع بين حاجتين، ان هي بتضم الناس، وفي ماده تانيه في الغنى اسمها الضمه، غير ما فيش فيها سمسميه، فيها ايقاعات بس. فالمهم ايقاعات طبل ودف. انا اتفرجت على الضمه في الشارع فخلاص هي ندهتني، ودي على فكره اسم من ضمن اسماء السمسميه اللي هي اسمها النده. فخلاص علقت في دماغي. فلما جينا بقى متهجر ودخلت مدرسه الثانويه الصناعيه قسم نجاره، اول حاجه عملتها عملت سمسميه. كنت في المدرسه ثانوي؟ لا في البيت. لا انت وقتها كنت في ثانوي. في ثانوي. في البيت بقى عملت ايه؟ رحت جايب طبق من المطبخ، طبق صاج عادي زي السمسميه القديمه وثلاث خشبات، والمهم وجلد ارنب، وشديته وعملت اله رغم ان انا ما بعزفش عليها ولغايه دلوقتي. انا الى الان يعني رغم شغفك ده كله بالسمسميه ما حاولتش تتعلمها؟ بؤمن بحته ان كل واحد ربنا بيديله حاجه وكلنا بنكمل طبعاً. بعض يعني، في ناس بتعزف، في ناس بتصنع، في ناس بتسمعها، في ناس كده. فاول حاجه عملتها وخدت بقى زمايلي من المدرسه، طلعنا على البحر. المهم انا خرفش عليها كده وخلاص ونغني وبتاع، لغايه لما قابلنا حد بيعزف فعلا حقيقه سمسميه، خدها ووترها وقعدنا نغني على سبس اللي هو دير سبس، بتغني المنيا حمام والحاجات البورسعيديه. انا من اليوم ده صوت السمسميه بالنسبه لي يعني بيمتعني اصلا. فالفكره جت في لما انا التحقت بفرقه الطنبوره 89، كان في مشروع ان التراث ده بيروح بسبب الانفتاح وكده. ففي زكريا ابراهيم عمل جمع الناس القديمه قوي اللي هي حافظه التراث ده وبقى يحفظنا. كنت انا لسه بقى سن صغير شويه، وقعدت احفظ معاهم واشتركت معاهم وحفظت اغاني الضمه والسمسميه. وبحكم ان انا بقى في النجاره وكده فقالوا لي اعمل لنا الات، صنع لنا سمسميه. المهم بدات واحده واحده ان انا اصنع الاله، وبقيت بقى استفسر العازف عايز ايه الحاجه اللي مش مظبوطه ممكن نعدل فيها. جات الفكره كان عندك كام سنه؟ يعني مثلا الفكره ابتدت معايا من 2005. كان الوقت ده السمسميه مش ظاهره قوي، الانفتاح بقى والديجيهات والكلام ده بدا يخش في بورسعيد، والناس حسيت ان ايه، ان الضمه قلت في الشارع، الناس ما بقتش مهتميه. في ناس بتحافظ على التراث الغنائي، وانا من حب للاله نفسها اللي هي بتطلع الصوت ده، فالفكره جت ان انا خلاص انا هصنعها بقى ويبقى زيها زي مثلا العود وهو موجود في محلات الالات الموسيقيه زي الجيتار. ليه ما فيش سمسميه؟ واحنا اصلا ما كناش بنشوف السمسميه الا مع العازف يوم الضم، هو يجي يطلعها من الشنطه يعزف خمس اوتار اللي هي اصل الاله، خمس اوتار، وبيعمل بها المهرجان ده كله، وبعد كده يحطها في شنطه قماش وخلاص والدنيا خلصت على كده. لكن ما بشوفهاش في محلات الات موسيقيه. فالفكره اجت من هنا، ان اللي بيحافظوا على الغناء التراثي ماشي، لكن الآلة بقى اللي هي بتصنع الكلام ده مدى الأيام والسنين، مين اللي عايز يتعلم ومش هيلاقي آلة؟ طيب قبل ما نبدأ بقى لنشاط التراثية للاستشارات الفنية، تعال نرجع شوية بس نفهم السادة المشاهدين اللي مش من بورسعيد، يعني إيه الضمة وبتتكون من إيه؟
ايه هي عادات الفرح زمان في بورسعيد اللي انت بقى لما باباك رجعته من التهجير ابتدى يوريها لك ويعرفك عليها وانت شفتها بعينيك وعبرت عنها باكتر من مكان؟ الضمه ده الفرح البورسعيدي ده الاسم، وهي اسمها ضمه عشان بتضم الناس مع بعضها، بتلم الناس ضمتهم بثقافاتهم بقى المختلفه وبشغلهم، النجار والحداد والسباك والاستاذ كله بتلم بيعملوا ضمه، وبيبقى لها سبب. سببها انه فلان عنده مناسبه، صباها بنته، ابنه بيتجوز، دخلت بقى السمسميه مع الضمه عشان تقول الاغاني الوطنيه بتاعت 56 الكلام ده كله اللي هم كتبوه، وبدات تخش في وسط الضمه. بقى المجموعه ده كله السمسميه الشكل العام ده بقى اسمه ضمه. لو انت بورسعيدي يبقى هتجيب ضمه في فرحك او في فرح يعني مغترب وعشت هنا خلاص يبقى مش هتفهم هي ايه اصلا. فاحنا لنا هي انا بشوفها ان هي انا لو مسكت سمسميه ومشيت في اي بلد هيقولوا حاجه يا بورسعيدي يا سويس يا اسماعيليه، المهم من مدن القناه. فهي الدنيا، فهي انا شايفها ان هي بطاقه للشخص اللي هو من البلد، بطاقه للهويه البورسعيديه. بالظبط. في ناس بتبقى حريصه ان هي تحفظ ادوار الضمه ده، وفي ناس بتحفظ زي ما احنا حفظنا من الناس اللي قبلنا. اغانيها كلها حاجات صوفيه وعن العشق لكن السمسميه اغلبيتها في الوقت ده اللي خلاها ظهرت الاغاني الوطنيه، يعني يا بورسعيد شباب ورجال، في بورسعيد الوطنيه ده كنالنا وبحرنا. والاغلبيه اللي كتب الكلام ده ناس عاديين جدا، مثلا في ابو يوسف الراجل اللي كان نقاش كتب كلام لغايه دلوقتي لسه مثلا. طب تقدر تقول لنا كتب ايه كلمتين كده من اللي قالهم؟ يعني مثلا هو كاتب في بورسعيد الوطنيه شباب مقاومه شعبيه دفعوا بشهامه ورجوليه وحاربوا جيش الاحتلال، مبروك يا جمال ايدن وبنجوريون وموليه جايون يحاربونا على ايه؟ هو الكنال ده في اراضيهم ولا احنا خدنا منيهم؟ ودي قنبله وضربت فيهم واللي ضربها زعيمنا جمال، طبعا عشان جمال عبد الناصر وكده. الله تمام. ومثلا ده كنالنا وبحرنا وداخلنا وعزنا واللي حفروه قبلنا اجدادنا واهلنا. فهم جم في يوم قالوا ايه روسيا جايه، والمهم غدروا بالناس في بورسعيد وكده، داسوا عليهم بالدبابات في شارع محمد علي. بالظبط. فراح الكاتب قال بقى بالليل سمعنا العربيه ماشيه تذاع روسيا جايه قتلها خدعه انجليزيه مع العصابه اليهوديه. وقعد يحكي ان هم داسوا عليهم وكده. فالسمسميه مش مجرد آلة موسيقيه، هي بتحكي تاريخ وفتره يعني البورسعيديه عاشوه. وبعدين التهجير ما كانش قليل بالنسبه لنا، احنا كنا بنسمع كلام مش حلو من بعض الناس اللي هي مش فاهمه. فهي السمسميه جسدت كل ده في الاغاني والكلام، عشان كده احنا متمسكين بيها. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدا من 149 جنيه و99 قرش.